هوامش مهمة في اليوم الثالث لطوفان الأقصى. غزة انتصرت انتصار غير مسبوق، الأمة انتصرت انتصار غير مسبوق منذ حرب 73 أو يوم كيبور زي ما بيسموه ولاد العم. الهزيمة اللي تلقتها إسرائيل، الهزيمة اللي تلقتها إسرائيل أصعب بكتير من 73. في 73 في حرب طاحنة بين جيشين نظاميين، الجيش الإسرائيلي تكبد حوالي 2700 قتيل. النهاردة بعد 3 أيام العدد فوق 1000 قتيل ومرشح بقوة للزيادة. لا أتحدث عن عدد المفقودين، لا أتحدث عن عدد الأسرى، بتحدث عن فوق 1000 قتيل. في أكتوبر 73 كان على جيش ولاد العم إن هو يقابل الجيش المصري والجيش السوري ومدعم ببعض أفراد وقوات الجيوش العربية زي الجزائري ووقفة عربية كبيرة جدا. المرة دي حارب مقاتلين وليسوا جيش نظامي، لكن النتيجة اللي عملها هؤلاء المقاتلون مذهلة. جيش الاحتلال بيحارب مدينة محاصرة حصار غير مسبوق، حصار إسرائيلي وحصار مصري غير مسبوق، بيعدوا عليهم دبة النملة، دبة النملة بكل ما تحمله كلمة من معاني، بيسجلوا المكالمات ويتابعوا، يوزنوا الحديد وما تبقى من مواد البناء، بيوزنوا كل حاجة. لكن مع هذا تلك المدينة المحاصرة قدرت ان هي تبني وتتدرب وتجهز وتفاجئ الجيش اللي اصبح اسطورة انه لا يقهر، للمرة التانية بيقهر وبشكل افظع بكتير من اللي حصل في 73. غزة والمقاومة ما كانتش بتحارب بس الحصار اللي بيعد عليها انفاسها، لا، بتحارب كمان حرب إعلامية شرسة، مش بس من جيش الاحتلال، لا، من كمان من كتير من التلفزيونات العربية زي ما حضراتكم عارفين، بتشوه القضية وبتشوه المقاومة وتصب اللعنات. الأكثر صعوبة على غزة مش بس كده، التطبيع اللي ازداد وبشكل عنيف الفترة الأخيرة زي ما قلت لحضراتكم، الكل ركع إلا قليلة، الكل بيطبع، الكل بيستعد لرمي القضية الفلسطينية في أقرب مكب زبالة، ربنا يعز قدركم، لكن انتفض المارد وفاجئ الجميع، وبزعم إنه هذا المارد فاجئ غزة قبل أي حد تاني. قادة جيش الاحتلال استيقظوا على 5000 قذيفة في أقل من 20 دقيقة. مئات المقاتلين انتشروا في المستوطنات وفي غلاف غزة، وما زال هؤلاء المقاومين لحد اللحظة بيقوموا بعمليات وواضح انها مش عمليات عشوائية او مش متخطط ليها، لا، عمليات الكر والفر وتحقيق نتائج بتتم حتى اللحظة. أهمية تلك المعركة في ترسيخ معادلة استراتيجية جديدة تماما، زي ما قلت لحضراتكم 7 أكتوبر 2023 تاريخ فاصل، اللي بعده مختلف تماماً عن اللي قبله. أهمية طوفان الأقصى مش بس في الصدمة المروعة اللي عملها الجيش الاحتلال، لا، الصدمة المروعة اللي عملها للمنساقين من التطبيع من العرب وقادتهم الأشاوس حقيقة، اللي بيبرروا هذا التطبيع بأن إسرائيل قوة خارقة وأنها تمتلك تكنولوجيا غير مسبوقة وأنه لا سبيل لمقاومتها. الطوفان الأقصى لم يعرف فقط قادة جيش الاحتلال، ولم يوضح طبيعة هشاشة تلك العصابات، لا، ده وضح وعرى كمان القادة العرب اللي كان بيبرروا التطبيع ان احنا ضعاف قوي يا سيد وما نقدرش نواجه هذا المارد. هذا المارد انهار وركع في دقائق. الهزيمة ما كانتش بس لإسرائيل، الهزيمة لأنظمة عربية خانعة وراكعة خصصت آلاف الساعات لتشويه غزة وأهل غزة اللي ما كانش عندهم سبيل إطلاقا غير المقاومة، ما عندهمش أي خيار، لم يبقى لهم خيار. تخيل قادة جيش الاحتلال وتخيل قادة الأشاوس العرب ان غزة ركعت. واهم ما حدث ومن اهم الهوامش اللي حابب اذكرها لحضراتكم ان المقاومة قدرت تخدر الجميع.
إسرائيل وشركائها العرب تخيلوا بشكل كبير جدا أنه غزة استسلمت للأمر الواقع وأنها عايزة تعيش، وأن أهم حاجة تصاريح العمل لآلاف من أبناء غزة، وأن الحكومة في غزة منكفئة على ذاتها ومهتمة فقط أنها تسير الحياة في غزة. لكن أهم حاجة زي ما حصل في 73 بالضبط هو الخدعة الاستراتيجية، هي المفاجأة. الشعب المصري دعم أهل غزة بكل ما أوتي من قوة، أعتقد حضراتكم شايفين. أنا بتحدث دلوقتي على الدعم المعنوي والمشاركة في السوشيال وهتافات في الملاعب. حقيقة انهارت أيضا مئات الساعات اللي عملها إعلام السيسي إن الغزاوية هم اللي بيقتلوا جنودنا. الشعب المصري في اللحظة الحقيقية وفي لحظة الحقيقة كان مع أهل غزة قلبا وقالبا. الأداء المصري الحكومي والرسمي عليه علامات استفهام، لكن مش الهوامش دي وقته، هيبقى لينا جلسة طويلة على الهواء مباشرة بإذن الله مع حضراتكم نحكي فيها ونتحاكى عن هذا الأداء وتلك العلامات الاستفهام والتعجب اللي بضعها في تقدير المتواضع على أداء عصابة السيسي في مصر. الأمريكان دخلوا المعركة، أعتقد ما حدش عنده جدال في تلك النقطة. من بعد 24 ساعة كان في 3000 قيادة أمريكية وجنرال أمريكي موجودين وضباط على أعلى مستوى موجودين في أراضينا المحتلة. أمريكا دلوقتي بعدت بارجة. ما حدث في 73 لما السادات قال إن الأمريكان دخلوا الحرب حقيقة كان شيء هين بما يحدث الآن. الإمدادات وصلت، العتاد العسكري والمعنوي والأهم البشري أصبح موجود. الأمريكان هم اللي بيقودوا المعركة، محدش من قادة جيش الاحتلال بلا أي نقاش. إيه دورنا؟ إيه اللي مطلوب مننا؟ مش أقل من اللي عمله الغرب مع أوكرانيا. بقالنا سنة ونص بنتفرج كيف يدعم الغرب أوكرانيا، كيف يدعم الاتحاد الأوروبي وأمريكا أوكرانيا، مش أقل من ده. ده اللي المفروض يحصل. طب ده مش عارفين نعمله عشان زعمائنا العرب خونة، كلنا على يقين إلا من رحم ربك يعني، وأنا بقولها دي بس ضرة للرماد في العيون زي ما بأكد لحضراتكم دايما. طيب أنت مش قادر تدعم الفلسطينيين ولا المقاومة بنفس الطريقة اللي دعم بيها الغرب أوكرانيا، تمام أنا متفاهم ده. لازم الشعوب العربية في تلك اللحظات تضغط على الحكومات العربية العميلة، لازم يضغط عليها بكل الأشكال، لازم تجبروها إنها تدعم فلسطين أو في أقل تقدير تتحيد. ده دورنا في هذا التوقيت. اللي حصل في 73 من الوحدة العربية محتاجين النهاردة نكرره. تلك اللحظة يا جماعة لحظة فارقة ولحظة حاسمة بكل تأكيد، لحظة تختلف عن اللحظات السابقة. الاجتياح المنتظر لغزة يجب أن يوقفه، يجب أن يواجهوا في نفس التوقيت وقفة ووحدة عربية وضغط غير مسبوق على تلك الحكومات العربية حقيقة التي تجلس على العروش. الحب مش بس بالكتابة على السوشيال ميديا، الحب دلوقتي يجب أن يترجم من الشعوب العربية من المحيط للخليج في مظاهرات هادرة دعما لغزة. ما تسيبوش غزة لوحديها في تلك اللحظات. المثل الآن هو أوضح من أي وقت آخر. لقد أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. غزة زي ما كانت محتاجة لينا لسنوات طويلة، لكن تلك السنوات لا تقارن إطلاقا بتلك اللحظات. الدعم العربي ومظاهرات هادرة من محيط الخليج هي أقل شيء يقدم الآن للضغط على الرأي العام العالمي والضغط على قاد العرب الأشاوس عشان يتحركوا ولو قليلا. بزعم ان الحرب الآن انتقلت من أوكرانيا لغزة. العالم ده ما بيحتملش حربين،
من أكبر المتضررين من تلك الحرب أوكرانيا. أوكرانيا اللي أصلا المساعدات الأمريكية كانت متعطلة بقالها فترة بسبب ما يحدث في الكونجرس واللي تابعناه مع حضراتكم بالتفصيل في مع معتز. أوكرانيا النهاردة وضعها صعب جدا، هي متأثرة بتلك الحرب وما يحدث في غزة أكتر من أي حد، لأن هذا الدعم أوروبا وأمريكا المرهقة بعد سنة ونص من الحرب في أوكرانيا، المراهقة نتيجة المليارات اللي تقدمت وارتفاع سعر الغاز والطاقة ولا بلا 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 اللي حضراتكم عارفينه، النهاردة مش هتقدر تحتمل أوروبا وأمريكا حرب في أوكرانيا وفي غزة. كثير من الدعم الغربي والأمريكي سيذهب مباشرة لجيش الاحتلال وليس لأوكرانيا، فأوكرانيا أيضا في موقع وموقف صعب. أنا مش هكلم حضرتك دلوقتي وبأكد للمرة التانية في تلك الهوامش، أنا مش هكلمك على الدور المصري أو دور عبد الفتاح السيسي، لأن في فرق كبير قوي بين مصر وابن مليكة، فرق كبير قوي. مش هقول لك إن مصر تفتح المعبر ولا ابن مليكة يودي قافلة مساعدات، ده صعب جدا، لكن الضغط الشعب العربي هيجبر الزعماء العرب اللي هتجبر مصر إن يتم التعامل ويبقى غطاء إن الحكاية مش جاية من عندنا. السيسي عنده خطط أخرى وخطط خطيرة جدا 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 جدا، لكن ده مش وقتها. لكن الدعم العربي عن طريق رأي عام عربي ومظاهرات وضغط من الشعوب العربية على قادتها هيغير المعادلة في مصر المركوبة بشكل كبير جدا. تذكروا تلك الكلمات، في قلب هذه المحنة تبدو منحة كبيرة جدا يا جماعة، يجب أن نستغلها ولا نضيعها. في منحة كبيرة جدا، منحة أن احنا نتكاتف، نحط ايدينا في ايدين بعض، ندعو لهؤلاء المقاتلين اللي بيسطروا حروف قوية جدا لحد اللحظة اللي أنا موجود مع حضراتكم فيها واللي بكلمكم فيها. في هناك مقاتلين ما زالوا بيتوغلوا. أشقائنا الفلسطينيين في الضفة وأراضينا المحتلة في الداخل عليهم دور مهم جدا في تلك اللحظات. يجب أن يتزامن هذا التحرك في غزة مع تحرك في الداخل الفلسطيني. السلطة الفلسطينية بتقمع التظاهرات المؤيدة لغزة دلوقتي في الداخل الفلسطيني. لا يجب أن يكون هناك تحرك ودعم من الضفة على قلب رجل واحد مع أشقائهم في غزة، ده شيء مهم جدا في هذا التوقيت. طوفان الأقصى أثبت للمرة المليون للي عايز يفهم أنه لكي ينام الطفل الإسرائيلي في أمان يجب أن ينام الطفل الفلسطيني في أمان، ملهاش حل تاني. عشان تنام في أمان لازم الفلسطينيين يناموا في أمان، مفيش معادلة أخرى لتلك المعادلة إطلاقا. لا تجيب لي فيثاغورس ولا تجيب لي أي أسدة المعادلات الرياضية، هي معادلة وحيدة، عايز تعيش في أمان لازم أنا كمان أعيش في أمان. غير كده عبث يعلوه عبث. دي كان أهم الهوامش اللي عايز أقولها لحضراتكم في اليوم الثالث من طوفان الأقصى. الله غالب.